أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا الأخ خانو كان معنا في حلقة سابقة، واليوم راح يحكي لنا. طبعا مثل ما بتعرف موضوعنا هو مذهب الأرمن، فخلونا نرحب بالبداية بالأخ خانو. أهلا وسهلا فيك أخي خانو. حبيبي حبيبي جان حبيبي، اهلا وسهلا فيك وضيوفك جميعا. يعني طيب خانو، للناس الاصدقاء اللي بيشوفوك اول مره، ممكن بس بطاقه تعريفيه مختصره عن شخصك الكريم؟ تفضل. بطاقة تعريفية، أنا من مواليد 1978، مواليد الأردن، أرمني أصلا، ملحد من سنة 1993، ومن الملحدين الراديكاليين نوعا ما. جربت كل الأديان زي ما حكينا بالحلقة رقم 76، جربت كل الأديان وما اقتنعت ولا بأي دين، ومقتنع بالحادي وحجة قوية يعني، وممكن أقنع أي واحد يعني. محب للإنسانية طبعا، أهم شيء إنه محب للإنسانية. بكل تأكيد خانو، بكل تأكيد. طيب خانو، نرجع لموضوعنا، يعني موضوع مذابح الأرمن باختصار، ممكن تقولنا ليش أنت اخترت هالموضوع وبدك تحكي في هالموضوع هذا لو سمحت؟ تفضل. أنا اخترت هالموضوع مو لأني أرمني، لكن لأنه في شعوب عمالة عم تتكرر فيها المذابح بسبب الدين الإسلامي، مثلا زي اللي عم بيصير بسوريا هلا حاليا، اللي هم الدواعش الجدد زي دواعش العثمانيين، اللي عم بيصير بالعراق، والتدخلات هاي اللي عم بتصير باليمن، بكل مكان في شعوب عم تنظلم، واللي بسكت عن جريمة للمجرم ممكن يكررها. فاحنا بدنا نحكي عن اول مذبحه كبيره، يعني هي اكبر مذبحه صارت في القرن العشرين، اللي هي مذبحه الهولوكوست، ما فيها 6 مليون يهودي، لكن هي اول مذبحه كبيره صارت في بدايه القرن العشرين، كانت مذابح الارمن، هي بين الالف نهايه 1900 و1000 القرن التاسع عشر والقرن العشرين بدايته. أكيد أكيد خانو. طيب خلينا مثل ما بقولوا، يا ريت نبدأ بتعرفنا على الظروف التاريخية، كيف شو هي الظروف التاريخية الملمة بالمذابح الأرمن، يعني اللي بدك تقوله بهالمناسبة هي. تفضل. هلا انا اذا بدي ابلش، اول شيء انا بدي ارجع للتاريخ الارمن حتى نعرف تاريخ الارمن وتاريخ العثمانيين، وهل الشعوب اللي كانت تعيش في المناطق الاناضول، هضبة الاناضول والقوقاز والمناطق هاي، حتى انه يصير في عندكم شوية المام اللي عم بيصير. طبعا الارمن هم من سكان هضبة الاناضول، اللي هي الهضبة الشرقية للاناضول ومناطق القفقاس، اسيا الوسطى، القفقاس الاوسط نحكي. في الف طبعا هم تاريخهم يعود الى حوالي 3000 سنه قبل الميلاد، موجود هناك من العرق الاري، الهندو اوروبي يسموه اريين. ارمن هي كلمه هاي، اللي هو هايج الاول، اللي هو اول واحد اطلق كلمه ارمن على المنطقه، وسموها هايستان، اللي احنا بالارمن بنحكيها هايستان. المهم سيدي العزيز، في سنه 1020 حسب ما بنعرف اجوا السلاجقه الاتراك، وعملوا احتلوا المناطق الأرمنية اللي هي أرمينيا الغربية، واحتلوا هضبة الأناضول، وعملوا الخلافة العثمانية أيامها، أو إنه كان بداية الخلافة العثمانية. بسنة 1451 أصدرت الخلافة العثمانية قانون إنه المناطق الأرمنية اللي هي ولايات الست، هاي ولايات ست 18 محافظة، هم إنه هذولا لهم زي مناطق، يعني إنه هي من ضمن الملل، الدولة الخلافة العثمانية كانت تعترف بالملل، إنه هاي ملة كردية، هاي ملة فارسية، هاي ملة عربية هيك، فمن ضمنهم الملل هاي الأرمن، لا أجبروهم على المسيحية ولا شيء، الأرمن كانوا عايشين كملة مسيحية ضمن الخلافة العثمانية، إلى أنه إجت صارت سنة 1828 صارت حرب روسية إيرانية. هاي الحرب قدرت روسيا تحتل، مش تحتل يعني، تأخذ المناطق الأرمنية اللي هي أرمينيا الشرقية، إحنا قاعدين فيها هاي أرمينيا الشرقية، وتضمها لإلها. المهم وظلت مناطق أرمينيا الغربية من ضمن الخلافة العثمانية. هون صار عند الأرمن أمل إنه يتخلصوا من النير العثماني، كونهم دولتهم يعني وبلدهم، وإنه فجأة صاروا هم لهم زي حكم ذاتي هيك ضمن الدولة هاي.
المهم في سنة 1877 ل 1878 صارت حرب روسية تركية، أو روسية عثمانية، احنا لسه هلا ما اجينا بالأتراك، بس أنا بتعرف إنه الغالبية العظمى كانت تركية. صارت هاي الحرب، في هاي الحرب قدرت روسيا كمان تحتل مناطق أو تسترجع مناطق أرمنية وتصير لها. هاي اللي هي معاهدة لوزان سموها. هون تدورت القضية، صارت قضية دولية. المهم عقدوا مؤتمر في فرنسا بلوزان، وأقروا إنه لازم يساووا إصلاحات للأرمن في المناطق اللي هم عايشين فيها، لأنهم كانوا تحت حكم الملالي والضرائب العالية والأغوات، فإنه صار إنه يصير لهم مصالح. في هاي الأثناء بنفس السنة، بطلب من بريطانيا والدول الأوروبية، كونهم شافوا إنه روسيا نفوذها عماله عم بتوسع. إحنا بنعرف الخلافة العثمانية في آخر أيامها، يعني بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت تسمى بالرجل المريض أو الرجل العجوز. كونها بلشت صار في حركات انقلاب من دول البلقان، حرب اليونانية، البوسنة والهرسك، حتى في شمال طرابلس بليبيا صار حركات استقلالية، باليمن، هذول كلهم كانوا ضمن الخلافة العثمانية. فإنه هذول الدول صارت بدها تستقل، وصار في حركات قومية تنشأ انه احنا نستقل، وكل دولة عمال عم تدعم فريق مقابل فريق اخر. حلو يا سيدي العزيز، شو اللي صار؟ اجوا الارمن زيهم زي اي شعب من هاي القوميات، انه احنا بنطالب بالحماية من الاكراد والشركس، اللي هو اغوات الاكراد والشركس، مش كلهم، لانه في اجزاء كانوا الدولة العثمانية تغريهم انه انتم خذوا اراضي الارمن وانتم مسلمين زينا، واحنا بنعطيكم هاي الاراضي، وضموها لكردستان ونعمل لكم كردستان. حلو. اجوا ايامها الارمن طالبوا باصلاحات، انه طالبوا بحمايه من ضمن الدوله العثمانيه، احنا بدنا حمايه منكم من ضمن او داخل الدوله العثمانيه نفسها، انه تضلها ضمن الدوله العثمانيه، يعني انه انتم احمونا كدوله عثمانيه، احمونا. يا سيدي العزيز، هاي الاصلاحات ادت لانه اجى كان ايام السلطان عبد الحميد الثاني او عبد الحميد الاحمر، صار يفرض ضرائب على الارمن حتى انه يتهجروا، وشكل الويه اسمها الالويه الحمراء او الالويه الحميديه بسموها، بالتعاون مع اغوات المتنفذين الاكراد، قال لهم انتم خذوا اراضي الارمن وخلص خلصونا منهم، لانه صار في حركتين تمرد ايامها، كونه صار ضرائب عاليه وحروب، عرفت كيف؟ صار في حركتين تمرد في منطقة اسمها صاصون، اللي هي أنا منها، من دورتشوت صاصون، ومنطقة اسمها زيتون. والتمرد استمر لمدة شهر. خلال هذا التمرد إجا وعدهم السلطان عبد الحميد الثاني للأرمن إنه إنهوا التمرد ونوقف الحرب مقابل إيش؟ العفو العام، وبنعمل لكم إصلاحات. طبعا الأرمن بالدولة العثمانية كانوا متنفذين وماسكين بالأستانة منافذ ووزراء، كان في منهم الصيارفة، كانوا التجار الكبار، يعني ماسكين الاقتصاد، كون العثمانيين مش اقتصاديين، مو يعني مش أصحاب اقتصاد وهيك الشغلات هاي. بعد ما أوقفوا التمرد قام بمذبحة قتل فيها 100,000 أرمني في مختلف المناطق، مش بس في المدينتين هذولا، في مختلف المناطق، وتم تشريد حوالي 500,000. عدد الأرمن كان أيامها حوالي 2,100,000 داخل الدولة العثمانية. ظلت الحركة هاي إلى حين إنه تشكلت إنه لما صار التمرد هيك وانقتل من الأرمن الناس زي هيك، تشكلت ثلاث أحزاب أرمنية. حزب اسمه الأرميناغ، اللي هو الحزب يعني بالأرميناغ يعني الأرمني، وحزب اسمه الطاشناغ، وحزب اسمه الهنشاغ، وشكلوا ألوية زي دفاع ذاتي. هون بلشت المشكلة. بلشت هاي المذابح من سنة 1994 وامتدت لحديت سيطرة تركيا الفتاة، حزب تركيا الفتاة أو حزب الاتحاد والترقي، اللي هو مشكل من يهود أتراك يهود يسموهم الدونما أو الدونما، بشو اسمه، بمنطقة بألمانيا، ودخلوا بالجيش العثماني وصاروا قادة فيه. ظلت هاي الحركة هم ل 1908. في سنة 1905 إذا أذكر شغلة يعني كمان للتاريخ، يعني قام أحد أفراد الحزب الطاشناق في محاولة، هي أول محاولة تفجير عربة
او سياره مفخخه، نحكي ما كانش في سيارات ايام عربي مفخخه، للسلطان عشان يقتال السلطان عبد الحميد الثاني. كان هو خارج المسجد تفجر، لكن السلطان نجا وعفى عنه كمان. للامانه التاريخيه عفى عنه. اوكي؟ لكن هون ظلت المواجهات تصير. سنه 1908 حزب الاتحاد والترقي صار متنفذ بالسلطه. نعرف انه الجيش العثماني كان قبل الاولى كان فيه مستشارين المان، وحركات التمرد اليونان استقلت، البلقان استقلت، صار في استقلالات كثير بالدوله هاي. فهم اتجهوا، كان في عندهم هذول الاتحاد والترقي هي حركه طورانيه، انه العرق التركي هو اللي بده يسيطر، بده يكون ما في ملل عندنا بالخلافه، بده يكون كلهم اتراك او لا، يا بده يصيروا اتراك او لا. اللي هو اصدر، حتى اصدروا فتوى انه بدنا شو اسمه نقاتل اعداء الاسلام. صارت هذا مش بس الارمن، في اشوريين، في بابليين، كلدان، هذول كلهم بدهم راحوا، حتى في اكراد راحوا الموضوع هذا. المهم سيدي العزيز، بسنه 1908 لما اجوا شكلوا الشغله هاي حطوا خطه انه احنا بدنا نوصل للمنطقه القوقاز الاوسط، ومن القوقاز الاوسط نوصل المياه الدافئه في بحر قزوين، زي خطه توسع. وطبعا الاتفاق يعني المستشارين كانوا المان، عرفت كيف؟ هون الالمان اجوا حكوا لهم اذا بدكم تساووا الشغله هاي بدكم تقضوا على الارمن. هون صار كمان المذبحه الثانيه، راح فيها حوالي 300,000 تقريبا. الى حين بدات الحرب العالميه الاولى. تعرف بدايه الحرب العالميه الاولى كانت المانيا وتركيا دول المحور، وكان باقي الدول هي دول التحالف. تعرف جبهات هاي، وفي في شمال الاناضول كان في ارمينيا الشرقيه اللي هم ضمن روسيا، نحكي القيصريه ايامها لسه ما كانت بلشفيه، ضمن روسيا القيصريه. وفي قوات العثمانيه، قوات العثمانيه تعرضت لخسائر، فاعتبروا انه هاي الخسائر هي بسبب الارمن، وانه الارمن اللي بالمناطق الشرقيه من الاناضول هم وقفوا مع روسيا بسبب انه ايش؟ انه هذول ارثوذكس، وهذول ارثوذكس ضد الاسلام، وهم سبب هزيمتهم. فمع بدايه الحرب العالميه، او نحكي ب 28 اذار سنه 1915 اصدروا قرار الاتحاد والترقي، لسه الخلافه موجوده كانت، اصدروا قرار الاتحاد والترقي بشيء اسمه سفر برلك. سفر برلك اللي هو كلمة سفر، سفر يعني برلك، بر ديار، لك اللي هي عن، يعني هي زي ضمير يعني عن، سفر عن الديار لكل القوميات حتى نطلع الأرمة من هنا ونعمل إحلالهم، تغيير ديموغرافي، وتصير هم وإحنا نقدر نوصل ساعتها لروسيا ونحارب. هنا بلشت المذابح، صاروا يجوا يدخلوا على القرى الأرمنية يطلبوا شو اسمه الشباب من سن ال 14 الى سن ال 60، ياخذوهم يودوهم على الجبهات، يودوهم على جبهات القتال. تعرف حرب هاي، حتى العرب كمان تعرضوا لها. السفر برلك كانوا يجوا يلاقوا اي شاب بالشارع ياخذوه يودوه، وما في حدا راح على السفر برلك ورجع. هو بصراحه خانوا حرب سفر برلك معروفه، يعني نحن بسوريا، خصوصا بسوريا على طول بنقول من ايام سفر برلك، يعني معروف سفر برلك بكل، يعني موجود حتى بالثقافه بالتراث يعني عندنا في سوريا. نعم، فحرب سفر برلك انه معروف انه اي واحد راح على سفر برلك، يعني ما على جبهات القتال كانوا يرموهم ياخذوهم حمالين عتالين من غير اكل ولا شيء، يحفروا خنادق وشغلات. تعرف حرب عالمية أولى حرب خنادق كانت، يعني ما كان زي هلا في طيران وشغلات زي كذا. المهم اللي بيروح على سفر برلك ما بيرجع، فكان أي شب يشوفوه بالشارع هذول الجندرمة الأتراك بلبنان بسوريا حتى بالمدينة المنورة، أخذوا 93 واحد نزلوا على المدينة المنورة بدون ما روح احتلوها، عرفت كيف؟ ومن مصر، من سيناء، من شمال فلسطين أخذوا ناس، حوالي 1,000,000 واحد ماتوا بس هذول المناطق هاي. والأرمن بلشوا تهجيرهم، طلع قرار في تهجيرهم، اخذوا رجالهم، ياخذوا رجالهم قريه قريه، ياخذوا رجالهم والنسوان والاطفال والعجائز، يطلعوهم تهجير عراه حفاه بدون اكل ولا ملبس حتى يموتوا بالطريق.
طبعا خلال الطريق اللي كان يقوم بالتهجير هذول كان مجرمين من عتاة مجرمين الدولة العثمانية، طلعوهم من السجون ونقذوهم هذول، وصلوهم لصحراء حلب، لمنطقة حلب ودير الزور، مناطق هاي يعني مناطق الجنوب، فضوا المناطق هاي. في هاي المجزرة تم قتل حوالي 1,000,000 من الأرمن، لأنهم كانوا يطلعوهم بالطريق حفاة عراة، يسمحوا للقرى اللي يمشوا فيها، طبعا تعرف طريق ماشيين فيها وبالصحراء كانت بالصيفية، يسمحوا لأي واحد بده ياخذ سبية ياخذها، بقر وبطون النساء، كان يبقروا بطن الحامل ويطلعوا الجنين حتى يقتلوه وهي عم بتموت، تشوف ابنها جنينها عم منقتل. كانوا يحطوهم بمغر يحرقوهم، الأطفال يرجموهم، يجمعوهم ويرجموهم قدام أهاليهم قدام أمهاتهم، عرفت كيف؟ طيب خانو، مشان ما نحكي يعني يكون حديثنا بالهواء، يعني عندك شيء وثائق لهال؟ انا بصراحه يعني بعرف هالحقائق هاي صايره، ولكن مشان الناس اللي عم يسمعونا، عندك شيء وثائق لهال؟ يعني في عندك المؤرخ توينبي معروف، كاتب عن المجازر هاي كلها، السفير الامريكي ايامها بالاستانه كتب عن هاي المجازر، حكى. اذا بدك انا بحط لك مين اسماء المؤرخين، وحتى في مؤرخين اتراك بحط لك اسمائهم من ضمن التعليقات لانهم كثار، عرفت كيف؟ اوكي، شكرا كثير. انا يا ريت تحط روابط بحط لك واسماء روابط بكل مشان المواقع، نحطها كمان تحت الفيديو، يعني مشان يكون كلام موثق عن في اكيد، لانه اشياء. ما بدي يعني كل واحد عماله بيحكي إشي، يعني كل واحد نحكي عن هذا وهذا 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 كمان ما يكون قصه، نحن عم نالف قصص، يعني مشان ما يقولوا عم تالفوا قصص لا، ما من ألف قصص، ما من ألف، يعني. لا، ما ألف. وحتى يعني انه اسمع، للامانه التاريخيه الارمن كمان، هاي احزاب المقاومه الارمنيه يعني ارتكبت مجازر، لكن قتلت لها 10 15,000 يعني قروي تركي، وهيك ايامها انه بتعرف هاي حرب بصير فيها، لكن هذول تعرضوا لاباده جماعيه، اخذت املاكهم اراضيهم كنائسهم، اخذت الاشياء اللي مثلا اللي ممكن تفنى مثلا زي المواشي، الشغلات هاي بيعت مزاد عليهم وحطت بحسابات الدوله العثمانيه، مش لانه انه بده يرجعوهم لهم، انه خلص انه راحت عليهم، عرفت كيف؟ طبعا خلال الطريق يعني في حتى في شغله العالم بيحكوها، انه بدير الزور والجزيره، اذا بتسمع انت بجوز من قريب من المناطق هذيك، في واحد يعني بيجي اسلام كثير بيحكوا لك انا جدتي ارمنيه، أنا جدتي أرمنية، أنا جدتي معناته أرمنية. احنا هذول كانوا ايش، ياخذوا البنات حتى يحموهم، يعني نحميكم لكن ناخذكم كسبايا، عرفت كيف؟ بالضبط بالضبط، يعني هن يعني رحلوا وكانوا يعني لاجئين في سوريا، وعنا أرمن بحلب كتير، يعني هم لا، لاجئين. من ضمن اللي طلعوا بكل المجزرة هاي، يعني بكل الترحيل هذا 75% قتلوا بالطريق، قتلوا لظروف انه ما في اكل، ما في لبس، النساء صلبت بعد ما اغتصبت، الاطفال بيعوا، وفي منهم رجموا، في ناس حطوهم بمغر وحرقوهم، وفي مقابر بدير الزور، اذا اي واحد مقابر الارمن بدير الزور بمنطقه الجزيره بيقدر يشوف بعينه على الاهوال اللي كانت تصير ايامها. لكن هلا هم بالتركيه بيحكوا انه احنا كنا بحاله حرب، وهي حركه تمرد، واحنا من حقنا ندافع عن نفسنا. يعني اخر تصريح لاردوغان في هاي السنه كان يحكي انه احنا بنأسف، ما حكى كلمه مذبحه، انه المآسي اللي صارت خلال الحرب العالميه الثانيه الاولى، لكن انه هي مش مذبحه فقط، هاي هي. انا بدي اذكر اصدقائي ان راح افتح السكاي بعد شوي، ويا ريت، انا بتمنى منكم مداخلات اصدقائنا الكرام. وفي شغله كثير مهمه انا بدي انبه عليها، في صديقنا سال منهاتن بدا ببرنامج جسور، وانا بشجع كل اصدقائنا يعني المتابعين لبرنامجنا انه يشاهدوا برنامج جسور للاخ سال منهاتن. طبعا الاخ سال منهاتن برنامجه هو انجليزي عربي، يعني يتعامل مع الامريكان والعرب الملحدين وغير الملحدين، ما بعرف اذا غير الملحدين، ولكن الملحدين هم هو يعني يستضيفهم. فبتمنى من اصدقائي، انا على كل حال راح احط كمان تحت الفيديو رابط القناه تبعت الاخ سالمان هاتن حتى تتعرفوا عليه اذا بدكم. طبعا طيب، بشان سكايب كمان بعد شوي انا راح افتح السكايب، وانا بتمنى مشاركتكم اصدقائي، يعني
مشان الحلقه تقتني وتطرحوا اسئلتكم نفهم الموضوع. يعني هو تاريخ بصراحه، يعني تاريخ ما راح نقدر لا نقدم ولا نأخر، وما راح نقدر نلغي التاريخ. يعني التاريخ حصل وما هي غريبة على الفكر الإسلامي. المذابح الجماعية هاي كلنا نعرف أشياء هي بدأت من أيام محمد ولسه يعني عم نكمل فيها بأيام أبو بكر البغدادي وجماعة العلويين والشيعيين والشيعة والسنة، وشايفين نحن إيش عم بيصير. يعني مذابحهم لا تخلص من كل الأطراف. ف يعني أنا بتمنى مشاركتكم أصدقائي. فخلينا نروح، يعني اللي نفذوا مين اللي نفذ؟ هل كانوا بس الأتراك اللي نفذوا؟ كانوا الأكراد معهم؟ كانوا الأكراد نعم الأكراد غر فيهم أخ جون، وكان في اجتماع بين القيادات الأرمنية والكردية إنه إحنا خلينا نوقف مع بعض ولا تردوا على تركيا على الأتراك، أنا راح يغدروا فيكم. وفعلا بعد ما انتهت المذابح، حتى بأثناء المذابح تم مهاجمة قريتين أو مدينتين، هم بايازيد والأشكرت. الأشكرت هاي قريتين أكراد أبيدوا عن بكرة أبيهم مع الأرمن. وفي أكراد للأمانة التاريخية كمان، في أكراد حموا الأرمن، كانوا يأخذوهم ويحموهم عندهم، عرفت كيف؟ وكان اللي لاقوا عنده أرمني كان يقتل العائلة كاملة. ففي كمان راح من الأكراد نسبة لا بأس بها كمان خلال المذابح، رغم أن المنفذين أكراد. الأكراد كان تحالفهم مع حزب تركيا الفتاة اللي هو الاتحاد والترقي احنا نحكي. سبب تورط الكرد هو انسياقهم وراء الحزب والوعود الكاذبة اللي أطلقوهم إياها أنه إحنا راح نسوي لكم دولة كردية اللي هي كردستان التاريخية اللي تمتد من شمال إيران لشمال العراق، هاي كلها ضمن الخلافة العثمانية كانت، وشمال سوريا وجنوب اللي هو ديار بكر والمناطق الجنوبية من تركيا. احنا راح نساعدكم ونعطيكم دولة مقابل انه تخلصونا من الارمن، وانتم روحوا اقتلوا الارمن وخذوا بكم اياه. طبعا كان القيادات التركية وبعض الاغوات من الاكراد، يعني الاغوات الاكراد اللي هم المتنفذين او المستفيدين ماديا، رؤساء العشائر الكردية المستفيدين ماديا من الدولة العثمانية. انا اللي بدي احكي يعني انه داعش يعني اللي موجوده هلا حاليا هي نفسها اللي عم تنشا داعش هلا اللي انشاتها نفسها تركيا لدول دواعش القرن الماضي، قطع الرؤوس، الصلب، كل قطع اليد، تقطيع الرجلين، الرجم، كل هذا بونس ضد هاي الفئات. بعدين مش الارمن اللي هم الوحيدين تعرضوا للاباده لعلمك، لكن هي النسبه الكبيره كانوا ارمن. طيب يا ريت تحكي لنا مين الطوائف اللي تعرضت للاباده غير الارمن، يعني غير الأرمن والأكراد مثلاً إذا اللي صار معهم. هلا كلنا بنعرف مذابح سيفو الأشوريين. الأشوريين برضو من الفئات المسيحية اللي تم تعريضها للإبادة أيام الأرمن. اليونان تعرضوا نصف مليون يوناني قتل أيامها بالمذابح اللي صارت هاي خلال فترة المذابح اللي المجازر ارتكبتها الدولة العثمانية. في عندك البابليين، عندك الأشوريين حكيناهم، شو اسمه الكلدان تعرضوا. المسيحيين العرب حتى في جبل لبنان قتل 200 ألف ماروني مسيحي خلال هاي المذابح بجبل لبنان. تخيل انت لما تحكي من شمال الأناضول لجبل لبنان من منطقة عربية، وبيد 40% من المارون اللي كانوا موجودين هناك المارونيين اللبنانيين. يعني انا ممكن اعطيك اعداد، يعني يقدر اعداد الارمن اللي قتلوا حوالي 1.5 مليون. احنا كنا 2 مليون و100 الف، قتل 1.5 مليون فقط، 600 الف فقط هذول اللي نجوا وطلعوا تشتتوا. طبعا ما بنحكي احنا على الارمينيا الشرقيه اللي ما كان فيها كمان ارمن. في عندنا 500 الف يوناني، من 250 تقريبا ل 500 الف، العدد مو يعني لانهم مش مله واحده هذول، اشور وكردان وسريان وبابليين. فمجموع المذابح كبير جدا، و200 ألف قتلوا في شو اسمه أو ذبحوا في جبل لبنان، يعني 40% من مارون لبنان ذبحوا أيام المذابح هاي. عدا عن العرب، العرب تم تنفيذ إبادات فيهم. إحنا بنعرف يعني بتاريخ 6/5/1916، تعرف أنت اللي هو عيد الشهداء بسوريا ولبنان، لما تم تنفيذ مجازر في الأرمن. هلا ليش احنا نعتبر انه سنه ب 24/5/1915
هو تاريخ الإبادة، مع أنه الإبادة هي من 1894 أو حتى نحكي من أيام الحرب الروسية التركية. في هذا التاريخ تم تجميع قيادات الأرمن في إسطنبول من نواب، من وزراء، من صيارفة، من تجار، من مفكرين، من أدباء، من رسام، من كتاب. تم تجميعهم بعدد حوالي 250 واحد، وارتفع العدد بعدين ل 1300، وتم إبادتهم جميعا في هذا اليوم، علق قصب شانقهم. عشان هذا، عشان هيك احنا نعتبر هذا اليوم اللي هو 24/4/1915 هو تاريخ الإبادة، لكن الإبادة هي أقدم من هيك. طيب، انا بعتذر لاصدقائي انه السكايب ما عم بقدر، عندي مشكله بسكايب صار مرتين بصراحه، الحلقه الماضيه مع الاخ احمد وسبب لنا مشكله كبيره، واليوم ما عم بفتح معي سكايب، انا لازم الاقي حل لهالسكايب هذا، انا بعتذر كثير. انا ممكن استقبل كل التعليقات تحت الفيديو، يا ريت تكتبوا لنا تحت الفيديو، انا بصراحه بعتذر كثير عن المساله هي. طيب خانو، خلينا النتائج اللي وصلت لها للمذبحة، يعني وين شو هي النتائج اللي طلعت، النتائج السياسية مثلا، الديموغرافية، كيف توزعت. هلا عندنا مثلا بحلب نعرف الأرمن موجودين كجزء من الشعب الحلبي، يعني نعرفهم، بس كنا صغار ما نوعى مسألة انه كانوا مهجرين او شيء، حتى ما يدرسونا بالمدارس بصراحه، يعني حتى بالمدارس ولا كانوا يجيبونا سيره الارمن. يعني الارمن بنعرفهم جيراننا، بنعرفهم اصدقائنا، بنعرفهم ها، وكلهم مكان السيان عنا بيشتغلوا بالسيارات. يعني فشو هي النتائج التشريد الارمن بهالطريقه هاي؟ تفضل سيد العزيز. نتائج تشريد الارمن انه اخذوا هلا مناطق ارميه غربيه كلها، وتشريد الارمن على جميع انحاء العالم. هلا كل جميع انحاء العالم بتلاقي فيه ارمن موجودين، اذا تدخل على اي موقع ارمني في ذكرى الاباده بتلاقي انه الارمن كل سنه بيحيوها لذكرى الاباده، الاشوريين برضه بيحيوا ذكرى الاباده، الا العرب اللي تعرضوا لاباده ما بيحيوها، كونهم بيعتبروهم بربطهم الدين الاسلامي في تركيا. من نتائجها كان كمان هاي المذبحه انه تم انهاء الخلافه الاسلاميه في سنة 1923 بعد تفكك أوروبا تفكك السلطنة العثمانية وخسارتها في الحرب، وإجا مصطفى كمال أتاتورك أعلن الطورانية التركية اللي حط حدودها تركيا الحالية، وكان من نتائجها أكبر ناس خسروا الأكراد، خسروا أراضيهم ومناطقهم، وإجا الاستعمار البريطاني والفرنسي وسلمت هاي المناطق العربية زي سوريا وفرنسا، سلمت سوريا ولبنان سلمت لفرنسا، الأردن والعراق فلسطين سلمت لبريطانيا. نتائجها أنهم خسروا فلسطين، العرب خسروها من وراء أنهم كانوا متضامنين نوعا ما مع العثمانيين أو الأتراك، أنه بتربطهم رابط الدم، لأنه بتعرف أنت بالإسلام ما في شيء اسمه وطن، وطني هو المسلم، فما في وطنية عندهم، في عندهم الإسلام هو الوطن، ومن نادى بالوطنية زي ما بحكي اللي هو حسن البنا اللي بنادى بالوطنية كافر، وكثير من الشيوخ بيحكوا لك الشغلة هاي، وطنهم الإسلام. ولحد الآن أنا يعني بستغرب شغلة، يعني إنه العرب واقفين مع تركيا رغم إنه تركيا هي أكبر حليف لإسرائيل بالمنطقة، وفي تعاون عسكري إسرائيلي تركي قوي جدا بيناتهم. تركيا هي اللي خسرتهم فلسطين، تركيا متحالف مع حلف شمال الأطلسي اللي دمروا العراق ودمروا سوريا وهيهم لساتهم والحبل على الجرار. كمان من أحد النتائج أنه خسرت سوريا لواء الإسكندرون، طبعا هاي نعرفها إحنا، خسرت لواء الإسكندرون، عرب الإسكندرون. شغلة تانية مهمة عم أحكيها، أنه صار في بمناطق شرق أوروبا اللي هو قبرص صارت بين تركيا وبين هاي، صار في استبدال أيامها، صار في اليونان بنتائج الحرب العالمية وصلوا لأزمير، دخلوا الجيش اليوناني لأزمير، وصار في أتراك باليونان، لأنه بتعرف أنت كانت دولة واحدة محتليتها خلافة، في أتراك باليونان وفي يونانيين بتركيا. فشو اللي صار؟ عملوا اتفاقية ب 1923 لتبادل السكان، تخيل عمرك سمعت فيها اتفاقية
اتفاقية تبادل السكان، أعطوني مواطنين وخذوا مواطنينكم. لكن بالنهاية الخاسر الأكبر اللي هو هاي الشعوب اللي شردت وقتلت وذبحت على يد ما يسمى الخلافة الإسلامية، وما زال العرب إلى الآن يتغنون بالخلافة ويتغنون بما فعلته. يعني خلال 400 سنة أو 600 سنة خلافة عثمانية، شو أعطتهم نتائج العرب؟ شو أعطت الإسلام نتائج؟ شو في منتج ثقافي واحد عملته؟ هو بصراحة مثل ما في، أنا قريت منشور واحد من أصدقائنا على الفيسبوك، قال يعني الدولة العثمانية عاشت مراحل التنوير كلها في أوروبا ومراحل الثورة الصناعية، وشفنا مئات الأسامي من الأوروبيين العلماء المخترعين، بس ما شفنا ولا اسم واحد من العثمانيين، يعني إنه هذا مخترع شغلة فلانية أو مكتشف الوحيد شيء من هالقبيل. يعني الاختراع الوحيد اللي طلعوا فيه العثمانيين هو الخازوق اللي خزقوا فيه العرب. بالضبط هو الخازوق، عشان يعرفوا اصدقائنا يعني الخازوق هو اختراع عثماني بحت. احكي لك كيف طريقة الخوزقة؟ يا ريت تفضل. كانوا يعني يجيبوا اللي يخوزقوه ويربطوا ايديه ورجليه بالارض بمسامير، يفتحوا رجليه ويفتحوا ايديه ويربطوه بمسامير، ويجيبوا خشبة طويلة مدببة ويحطوها بدبره، ويصيروا ايش بمطرقة تدخل حتى يطلعوها من جانب الكتف الايمن. ليش من جانب الكتف الايمن؟ لانه اذا طلعوها من الكتف الايسر راح تدخل بالقلب ويموت مباشرة. لكن حتى يعذبوه اطول وقت ممكن كان يطلعوها من جانب الكتف الايمن ويخلوه بالارض لحد ما ينزف دمه ويموت. هاي نتائج الخلافة العثمانية. لكن بالمقابل احنا نتطلع مثلا الاستعمار، نحكي احنا، انا ضد الاستعمار لاي دولة، يعني حتى ضد استعمار اسرائيل لفلسطين. الاستعمار يعني اجت اسرائيل هي بنت فلسطين، اوكي، اجت بريطانيا وعملت معاهد، عملت خلت اثار، علمت طلاب. الاستعمارات هاي اللي اجت فرنسا عملوا جامعات بسوريا بلبنان طوروا، لكن الخلافة العثمانية ولا طلع منها اي اختراع غير الحريم السلطان الحرملك هذا بس والجواري. بدي احكي بالضبط للاسف الشديد يا اخي، يعني طولت 400 500 سنه ما شفنا منه يعني شيء يذكر لحد الساعه هي، يعني ما شفنا. يعني فرنسا قعدت بسوريا 25 سنه تكفيها فخرا انه الحديقه العامه بحلب لحد اليوم ما اجى سوري قدر يساوي حديقه مثل الحديقه العامه اللي سوتها فرنسا. هي من الشغله 70 80 سنه القصه، يعني ما هي حديثه يعني. لحد الساعة هاي ما اجى واحد سوري قدر يعمل حديقة عامة مثل الحديقة الموجودة بحلب، وهذا الاستعمار اللي كرهونا فيه للأسف الشديد، هم من يستحقون الكراهية وليس الاستعمار. نعم سيدي. أنا بدي أحكي كمان في شغلة لازم أذكرها، يعني كمان إنه الأتراك غدروا بكل الشعوب اللي كانوا معهم، بكل الشعوب اللي انطوت تحت إيدهم واللي تعاونوا معهم، وما زالوا غدارين، لانهم هم يعني هم اصلا مغول سلاجقه هم اجوا. بعدين في شغله انه احنا نحكي على شغله انه لما اجى مصطفى كمال اتاتورك واسس تركيا واعلن انها الخلافه واسس تركيا سنه 1923 اللي هي تركيا اللي بتغنوا فيها، عمل دوله علمانيه، منع الاذان، تعرف انت، منع الحجاب، منع تدريس الدين، عمل دوله عثمانيه. دفع ديون الدولة العثمانية خلال سنة واحدة. من وين هاي؟ من الأراضي اللي نهبها ومن المناطق والغنائم اللي نهبوها من الشعوب اللي ذبحوها وقتلوها، اللي تركوهم ينذبحوا ويواجهوا مصيرهم. لكن ليش يعني في شغلة، يعني إنه هاي أحد الأسباب اللي إنه تتحمل تركيا وزر الخلافة. أنا في ناس بقول لك يعني هاي تركيا دولة والخلافة دولة، لكن اللي اسس لهم العرق التراني هو اللي ارتكب الاتراك اللي هم اللي ارتكبوا الجرائم هاي، عشان هيك هم بيتحملوها. تفضل رجال اذا في عندك اسئله. انا بس بدي لو على وقت تحكي لنا ارمينيا الحاليه كيف صارت الدوله، يعني من مثلا نعرف بالقرن العشرين صارت سوريا، العراق، هالدول هي كلها بنعرفها، كيف صارت ارمينيا دوله؟
راح مو حكيت موقعها بالضبط، لانه جتني اسئله بصراحه. شخص صديقنا عم بيقول فين دي ارمينيا، يعني عرفنا بارمينيا لو سمحت. أرمينيا هي في جنوب القوقاز، جبال القفقاس أو جبال الطروز زي ما يسموها، هي منابع نهر الفرات. في شمال تركيا، تأتي في شمال تركيا ويحدها من الجنوب إيران وتركيا، من الشرق يحدها أذربيجان، ومن الشمال والشمال الغربي هي دولة جورجيا، اللي هي دول جنوب روسيا أو جنوب الاتحاد السوفيتي نحكي هذول. هي هضبة الأناضول أو جبال القفقاز زي ما بيحكوها. أرمينيا أنا قلت لك بسنة 1020، روسيا أرمينيا الحالية يعني نحكي، روسيا احتلت أجزاء من أرمينيا وضمتها للقيصرية، وهي الأجزاء هي أرمينيا الشرقية الموجودة إحنا فيها حاليا. هلا مساحة أرمينيا بالنسبة لأرمينيا التاريخية، أرمينيا التاريخية تساوي 12 ضعف مساحة أرمينيا الحالية، 12 ضعف مساحة أرمينيا الحالية. لعلمك كمان الأرمن يعني لما حطوهم يعني صار هو تخلي من الروس ومن من الكل عن أرمينيا. في سنة 17 أو 18 في أرمينيا الشرقية، تعرف هاي بلاد جبال ومنطقة باردة جدا، تعرضوا لمجاعة وقتل فيها كمان حوالي 200,000. اللي بدي أحكيه، كان في بالأيام الخلافة في عدد مسيحيين ما يعادل 33% من دولة الخلافة على المسيحيين، حاليا 0.1% 0.1% موجود، وهذول الموجودين أجبروا على الإسلام أيام لاعتبارات أو منفذين أو شغلات زي هيك، وحاليا عم بيعودوا عم بيرجعوا. بس بدي أحكي لك تاريخ أرمينيا الحديث، إنه شو هي أرمينيا التاريخ الحديث. هي دولة سوفيتية، الاتحاد السوفيتي، تعرفوا انتم الثوره البلشفيه اللي صارت 1917 عملها لينين، وانشاوا بعديها الاتحاد السوفيتي او المنطقه الحمراء الشيوعيه، وكانت دوله شيوعيه صارت في سنه 1900 و 1989 انحل الاتحاد السوفيتي، استقلت ارمينيا كدوله مستقله، وخاضت حرب ضد اذربيجان. الاذربيجانيين كمان هم اتراك لكن شيعه، اذربيجان اتراك لكن شيعه، لانه في منطقه مقتطعه اللي هي جمهوريه ارتساخ اللي بسموها ناغورني كاراباخ، الحديقه السوداء بالاذربيجاني، ناغورني كاراباخ محتلينها ومعطينها لاذربيجان، ذات غالبيه ارمنيه. فاحنا ب 1989 خاضوا، كان عندهم اذربيجان في عندهم جيوش منظمه وكل شيء، ارمينيا ما كان في عندها جيش نهائي، كانت دوله لما تخلى عنها الاتحاد السوفيتي زي اي دوله سوفيتيه، ما كان فيها كهرباء، ما كان المي موجود، احكي برد قارس، وقود ما فيها، ما فيها بنية تحتية نهائيا، وما هذا خاضوا حرب اللي هم الأهالي الفدائيين يعني احكي، وأرمن الشتات اللي اجوا، وقدروا خلال 4 سنوات يحرروا اقليم ناغورنو كارباخ اللي بوصل مساحته 5000 كيلومتر، واخذوا مساحة 7000 كيلومتر ايضا من اذربيجان لحماية الحدود وحماية المدنيين. فصار واعترفوا فيه كجمهوريه، يعني هو مش معترف فيه من اي دوله يعني، طبعا هو اعلنوها انها جمهوريه ناغورني كاراباخ او جمهوريه ارتساخ، لها جيشها، لها شعبها، لها حكومتها، لها رئيسها. لانه اذا الارمن بده يعترفوا فيه بدها تصير هاي منطقه انه ارمينيا دوله محتله لاذربيجان. واخر حرب من بسنه 1994 هذا الحرب نحكي، مات فيها حوالي 60,000 قتيل بين الطرفين، 5,000 ارمني و60,000 اذربيجاني مات. تم ارتكاب مجازر، طبعا كان بدايتها برضو انه الاتراك بيعملوا مجازر بالمنطقه بالارمن الموجودين هناك، هم يسموهم الذئاب الرماديه هذول، بدعم تركيا. احنا باول ابريل السنه هاي بال 2 3 4 ابريل خاضوا حرب، شنوا حرب علينا برضو على المناطق هذيك، قتلوا منا حوالي 100 واحد، خطفوا الاطفال الجنود اللي هم المكلفين على الحدود، قاموا بخطفهم، رجموهم رجم، قطعوا رؤوسهم. حتى في عندنا جنود يزيديين، جندي يزيدي قطعوا راسه، وقبل يومين علييف بكرم الضابط اللي قطع راس الجندي الازيدي الارمني، هو جندي ازيدي ارمني. للعلم ارمينيا احتضنت الازيديين، وفي عندنا محافظات كامله من الازيديين، لهم حقوقهم، لهم معابدهم، لهم تمثيلهم بالدوله، وبيخدموا بالجيش مواطنين رسميين عاديين، يعني تعاوننا مع بعض يعني احنا بالمقابل هاي.
طيب أنا بتشكرك كثير أخي خانو على هالتعريف هذا بأرمينيا. أنا بدي بس أقرأ بعض التعليقات اللي وصلتنا، وأنا بعتذر كثير لأصدقائي بمسألة السكايب، وأنا لازم أشوف له حل. يعني في الأخ دانيال عمرو بيقول في أوكرانيا شفتهم يوزعوا صحيح، بس الأوكراني أخذوا الآن في أزمة عنا بأوكرانيا بأوراق التواليت، يعني حاشاك. بصراحة أنا ما عم بفهم شيء من كلام الأخ دانيال. من هلا في تعليق تاني أنا راح أرجع أقرأه. على ما اعتقد هاي برومانيا، هاي الشغله على ما اعتقد مش اوكرانيا. ما بالضبط المهم، ايام الشيوعيه، ايام الشيوعيه الاشتراكيه ارسلت امريكا حوالي اظن 200 الف انجيل لرومانيا او ممكن اوكرانيا، كان في عندهم ازمه ورق فحولوهم لورق تواليتات واستفادوا منهم. بالضبط المهم، انا اسف اخ دانيال، انا ما بصراحه ما عرفت أرى، ما بعرف ليش يعني تخربطت. المهم الاخ سالمان هاتم عم بيقول ابات الشعب الارمني التي اقترفها الاسلام تحت الخلافه العثمانيه فاقت في وحشيتها وحشيه جنكيز خان وتيمور لينك بدون شك، واذا كان هناك وجود لشعب اتصف بصلاته لصلاته الوثيقه بالاتراك واخلاصه وخدمته وخدماته الجليلة للبلاد وصلته برجال ووصل ووصلته برجال الدولة والموظفين والفنانين والأذكياء الذين قدمهم، فهو من دون شك الشعب الأرمني. الشعب الأرمني شعب حرفي ذكي يقدس العمل، له باع طويل في الحضارة وأسفاه عندما يفكر المجرمين بأن شعبا بهذه المواهب يجب أن يختفي من التاريخ، فإن أقسى القلوب تنزف دما على هذا التصرف. وأنا أرغب خلال برنامجكم المحترم أحب أن أعبر عن استيائي ورفضي كل هذه الممارسات الإجرامية حيال الشعب الأرمني من قبل الجرذان والإرهابيين، وأسفي الكبير للكل. لسه ما خلصت، أنا آسف. لكل الضحايا، وأسفي الكبير لكل الضحايا العرب وتحت راية الإسلام يعيدون إجرامه الآن، وينقص أظن هالكلمة ما فهمت، المنطقة ضد الشعوب البائسة، يعني أظن ويدنس المنطقة ضد الشعوب البائسة. هي تعليق الأخ سالمان هاتن، شو تعلق أنت على تعليق الأخ سالمان؟ نوجه له تحية للأخ سال، يعني هو من أصدقائي على فكرة أخ سال، وبتابع حلقاته دائما وبتابع برنامجه. هو بالنسبة للأرمن هم حضارة تعود إلى تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد. عندنا أول مرصد فلكي بالتاريخ وجد، الآثار الموجودة عندنا، إحنا أول دولة مسيحية بالعالم قبل روما سنة 306، كانت أرمينيا سنة 301 كدولة اعترفت بالديانة المسيحية، وإلنا كنيستنا الخاصة. أنا بحكي، أنا ملحد على فكرة، بس أنا بحكي عن باسم الشعب يعني. لكن هو كشعب يعني مش متدين جدا يعني زي ما بيعتقدوا. في شغلة أنا بدي أحكيها كمان، مش بس الأتراك كمان عملوا مجازر بالأرمن، الروس في الحرب العالمية الثانية في معارك ستالينغراد، امبارح أصلا ب 9 الشهر امبارح كان في عيد النصر على النازية، أول أكثر شعب قتل من الشعوب الاتحاد السوفيتي كان الشعب الاوكراني، بحكم انه كان هو بمواجهه النازيه الخط الاول قبل موسكو. قتل في الحروب هاي 600 الف ارمني، كمان ثاني شعب من شعوب الاتحاد السوفيتي ال 15 بعدد القتلى في الحرب العالميه الثانيه، اللي يقدر عدد بس معركه ستالينغراد لحالها 3 مليون، كون ستالينغراد هي تعرف كلمه جراد بالروسي يعني مدينه، دول صواريخ جراد صواريخ مدن، فهي كانت مدينه ستالين، فكيف تسقط مدينة القائد ستالين ولازم انه الكل يموت عشانها. عدا عن هيك انه بعد استقلال ارمينيا، هلا ارمينيا دولة كثير متحضرة كثير جيدة، البنية التحتية قوية، الاقتصاد عم بيصير بشكل سريع متسارع، رغم انه احنا بحالة حرب محاطين باعداء من كل النواحي، لكن في عندنا الزراعة متقدمة جدا، الفن متقدم جدا، الأرمن المشتتين بالعالم، الأرمن الموجودين بأرمينيا يقدروا بحوالي 2 مليون أرمني، في بروسيا بموسكو 3.5 مليون، بلوس أنجلوس 3.5 مليون، وعلى باقي أنحاء العالم يعني عددنا بكل أنحاء العالم حاليا
13 مليون. ال 13 مليون هذول اتوا من سنه 1915، من 600 ألف أرمني نجوا من المذبحة، صار 13 مليون. فلو كانوا الأرمن 2.1 مليون موجودين، كان عددنا بيكون بال 30 ألف. هو اللي أظن الأعداد يعني ما مهمة، مثل محمد تكاثر وتناكح. لا لا لا، إحنا لعلمك تكاثر عندنا مش كثير، لعلمك التكاثر عند الأرمن مو كثير. فهم دائما الدولة حتى في محفزات بيعملوها، إنه إذا بتنجب الطفل الرابع، خاصة بجمهورية أرتساخ، إذا بتنجب الطفل الثالث لك 5000 دولار، بتنجب الرابع لك كذا بيت، بتنجب الخامس تاخذ 50000 دولار، فبيشجعوا عشان يخلفوا، لأنه ما بخلفوا. هو بصراحة يعني مأساة، مأساة بكل معنى الكلمة. في الأخ سايكو مراد، بصراحة أنا صديقي العزيز عايف لي تعليق، عم بقول عزيز جان، أتمنى أن توجه تحياتي واحترامي لجميع الملحدين العرب والمثقفين، والتضامن معكم جميعا ضد همجية ووحشية الأديان وما جاءت بها من دجل وخرافات، وخصوصا دين الإسلام، فهو ينشر الهمجية في الأرض. بكل تأكيد، بكل تأكيد. وأنا كثير بتشكرك أخي سايكو. طب خلينا نشوف تعليق تانية جتنا على اليوتيوب. في الأخ روكي عم بيقول: لو لم توجد الديانات اللي هو متحضر ومتطور. هذا أكيد أكيد. الأخ سيف بيقول: أنا لا أفهم كيف وصل الإسلام للبوسنة وألبانيا والشيشان، بتقدر تشرح لنا شوي أخي خانو كيف وصل؟ هو وصل عن طريق الفتوحات طبعا، اللي هي لما اجت دولة الخلافة العثمانية وأعلنت المنطقة هاي واحتلت مناطق أرمينيا. طبعا الأرمن وصلهم أيام عثمان بن عفان جاءوا الإسلام، لكن ما أسلموا، دفعوا جزية، عرفت كيف؟ لكن لما اجوا الخلافة العثمانية، وبتعرف كانت في أوج قوتها بسنة 1700 و1800، كانوا قويين جدا يعني، لأنه بتعرف الانكشاريين، والانكشاريين كانوا يعتمدوا كمان على المماليك اللي هم ياخذوا اولاد ابناء حرام يعني، ويعملوهم جنود ويحطوهم، بتعرف مصر وشغلات هاي شو عملوا. قدروا يحتلوا المناطق المسالمه برومانيا، اوروبا الشرقيه، حتى اليونان كامله كانت ضمن الدوله العثمانيه، وكانوا يفرضوا الاسلام. عرفت كيف؟ بالضبط. ارجع في عندي تعليق ثاني عم بيقول جوزيف، أرجو قراءة تعليقي إن أمكن. أكيد أخي. عم بيقول: جد جدي كان طبيبا عموميا، ثم تم القبض عليه في قريتهم، وتم قتل 5 أولاد من أصل 7 أمام عينه بالسيوف، يعني أولاد جد جده. تم تقطيعهم وتقطيع رؤوسهم أمام عينه، وتم قتل زوجته بنفس الطريقة، ونجا 2 من أولاده بعمر الزهور، حيث صمدوا في جبال ووصلوا إلى سوريا على الرغم من طول الطريق وانعدام الطعام والحر الشديد والبرد ليلا. والطبيب مات بنوبة قلبية بسبب هول المنظر، ولم يتم قتله، فقد أرادوا استخدامه ليشفي ويداوي الجنود الأتراك. كذلك الأتراك خدعوا الأكراد ليقيموا بذبحنا وإبادتنا عن بكرة أبينا في سبيل الحصول على الحكم الذاتي الكردي. مذابح سيف على جبين إنسانية إلى الأبد. بكل تأكيد يعني. هل الأشياء هي أكيدة؟ شو تعليقك عليها أخي جانا؟ أنا بدي أحكي يعني، هذا واقع يعني، كل واحد بيتذكر أجداده يعني. هلا إحنا من الجيل الخامس تقريبا للإبادة، أو الرابع يعني، أنا من الجيل الرابع بعد الإبادة. كنت أسمع هذا الحكي يعني. أنا ستي كمان من لبنان، أرمن لبنان، برضه هي الوحيدة اللي نجت من كل عائلتها يعني، كانوا عائلتها 17 واحد، هي الوحيدة اللي نجت. حتى جدتي يعني تلاقي في عليها اوشام، لانها كانت حمتها عائله كرديه، وكانوا يوشموهم على اساس انهم ايش، من البدو، من المناطق، لما يدخلوا يفتشوا انه هاي مش ارمنيه. بعدين في بدي اذكر انا كمان في شعب كمان ظلم جدا لازم نذكره بالتاريخ هذا، تعرض 13 اباده، اللي هو الشعب الايزيدي البطل، واخر اباده شفناها قبل سنتين.
الأخ جوزيف كمان كاتب تعليق عم بيقول الطوائف الباقية في السريان، في السريان ويونان وأشوريين بمجمل 750,000 إنسان، يعني هن اللي تعرضوا للإبادة من على يد الأتراك. نعم. طيب في شخص بصراحة يعني ما بعرف بصراحة احكي احكي اسمه اقرا اقرا. محمد الفيفي، اه محمد الفيفي يعني هو من عشاق كرة القدم يظهر، يعني أظن عفل لي أكثر من 100 تعليق ممكن وكله عفوا. نفس طابع وناشر، عم بيقول توزيع 25 مليون ترجمة مجانا للمصحف في ألمانيا، إسبانيا وأوكرانيا، سويسرا، أبشروا بدخول الناس أفواجا. بس مشان هاي أنا راح أقرأ لك تعليق الأخ نعلق عليها ممكن؟ ممكن أعلق؟ دانيال. لا بدي أعلق عليها أنا. تفضل تفضل. خلينا ننشر بدل 25 250 مليون وابشروا بالإلحاد، لأنه كل ما واحد يقرأ المصحف ويفهمه عم بلحد. أنتم عم بتساعدون نشر الإلحاد، وإحنا بنوجه تحية لداعش لأنه عم بتساعدنا نشر الإلحاد حتى نحن نعرف الإسلام الصحيح. بالضبط بالضبط، يعني من فمك ودينك مثل ما بيقولوا، يعني لو الملحدين بهاليوتيوب هذا، بس المشكلة اليوتيوب والإنترنت طلع امبارحة ألحدوا كل الناس، فما بالك السعودية عم تنفق المليارات مشان تطبع الهراء هذا للأسف الشديد اللي دمر حياة البشر كلها، يعني دمر حياة بشر كثيرين كثيرين بسبب هالغراء هذا، وعم إذا عم تطبع بيساعدونا ننشر وتوزع. الإلحاد، بيساعدونا ننشر الإلحاد هيك أحسن. بالضبط بالضبط، يعني ان الهراء هذا عم بيساعدونا ننشئ، يعني الانسان لما عم بيفهم القرآن انتهى، يعني خلاص فهمت القرآن، يعني أنت شو ليه بدك تاخذ من آيات مثلا تبت يدا ابو لهب كلما سبات، يعني شو بدك تفهم من آيات مثلا خلينا نقول الحمير والبغال وما بعرف شو وما سوينا تعلمون؟ هالفاضي هذا، يعني شو بدك تفهم منه، يعني مثلا شخص ألماني تعرف سيارات المرسيدس هن أصحاب الشركات هي كلها، بده يقول لك والله عن سوينا لك الجحش والجمل زينة. أو محمد طارع بغلة. أو لا طالعة جحش، يعني خلينا نقولها طالعة جحش، يعني نبيك هو طالعة جحش. أكبر من الحمار وأصغر من البغل، حسب صحيح البخاري أكبر من حمار وأصغر من بغل. هو ابنه للجحش يعني كبر شوي. ابن الجحش. للأسف الشديد، يعني هالهراء هذا لن ينفعكم بشيء، خلينا نقرا، واسف دانيال راح نقرا، مع انه انا بصراحه اول شيء ما فهمت منه شيء، بس بتوضيح من الاخ خانو قال لي، بس الاوكراني يعني اخذوا اوراق المصحف هاي اللي وزعوهم اخذوه، الان في ازمه عنا باوكرانيا باوراق التواليت، يعني حاشاك بس نخره، ما في محارم نمسح طيزنا فيها، فأخذنا من الموزعين لنمسح طيازنا فيهم لأن شوي ثمنها غالي. بدل أنا الجمال. ما راح أقدر أكمل التعليق، يعني للأسف الشديد أنا ما راح أقدر أكمل التعليق، يعني هو يعني بصراحة يعني ما بعرف، يعني الشخص هذا الأخ الفيفي يعني فتح حالك شوي، قاعد شغلتك تنشر هالتعليق هذا، شوفوا شوفوا وزعوا وزعوا، يعني شو يعني شو يعني؟ طيب جرائم داعش ما عم تشوفها؟ اقرأ يا رجل، اقرأ سيرة محمد، يعني سيرة محمد اللي بتقول جوز صفية بنت حيي بعد ما قتل لها زوجها واخوها وعشيرتها كلهم ودخل عليها بنفس الليلة، لا وين عقلك، يعني عقلك فكر فكر، مين بيعمل هيك غير رئيس عصابة؟ اي على اي نبوة عم تحكي، على اي خرافة عم تحكي، على اي انت في 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 بيتك، في محيط عائلتك، في عندك محاكم تفتيش، انت بنفسك بيسألوه 50,000 مرة باليوم بتصلي، واذا قلت لا بشوف الجواب شلون بيكون، هاي محاكم تفتيش كلها عليكم، يعني هل الارهاب النفسي والارهاب كل شيء ما بتشوفه ما بتحس فيه، حتى
تيجي تقول لي والله فلان اسلم وعلان اسلم وعلتان، ما قريت بعدين، ما قريت عن المؤلفه قلوبهم؟ يعني مثلا محمد علي كلاي لما اسلم حبا بمحمد يعني ولا بالاسلام؟ اسلم لانه دافعين له مصاري سعوديه. المؤلفه قلوبهم، محمد ذات نفسه نبيك كان يدفع مصاري عشان العالم تسلم. ابو سفيان دفعوا له محمد عشان يسلم، هو ايه موجوده بالقران المؤلفه قلوبهم. روح شوف تفسيره يا جماعه، جون راعى الرسول قال له بدي ابني يستلم، لما استلم ابنه يزيد صار هلا المشكله بين يزيد، بين معاويه وبين علي، ولحد الان الاسلام منقسم. هو بيحكي الاسلام بينتشر، مليار ونص، مين هم المليار ونص؟ في منهم 400 مليون شيعي بكفروا مليار و100 مش سني كمان، في منهم مليون طائفه، هذيك مره بعد 114 طائفه، 113 طائفه كلهم بكفروا بعض. الخراب هذا ما انك شايفه، قاعد عم شوف كم ملحد طالعين. يعني على فكره انا احب ابشرك انه وزع من هالهراء كما تشاء، يعني المزبله كبرها قد ما بدك، بتم مزبله وبتم العالم تنفر منها مهما ساويت، مهما كانت الدعايه السعوديه والبترول السعودي كثير، وفرحانين على البترول السعودي عم بخلص يعني، وهو والقطري وهلا هالاندال هدول اللي سخروا كل اموالهم لاباده الشعوب بسبب هالدين النجس القذر، مشان هلا هالطغمه الحاكمه تم موجوده على الحكم وما تتخلى عن السلطه، وراح تجي يجي يوم انا بقول لك ايران راح يصير فيها حرب اهليه. هذول الشيعة جماعة علي بن أبو بطيخ السعودية راح يصير فيها حرب أهلية وراح تدمر، يعني مثل ما بقولوا راح يدوقوا السم اللي سقوه للعالم. هذا شيء متأكدين منه. على كل حال أخي خانو، أنا بتشكرك كثير على هالوقت الثمين اللي أعطيتنا إياه. بدي أحكي أعقب كلمة واحدة إذا ممكن. لا أكيد أكيد أكيد، أنا راح لك الوقت تعقب تقول كلمتك الأخيرة، فتفضل تفضل. على كل حال، الإسلام بيستقطب بأوروبا المجرمين والقتلة وخريجين السجون اللي عم بيروحوا بصيروا دواعش. في منطقة مرسيليا 40% من الجرائم، سوري 40% من جرائم فرنسا بمرسيليا اللي أغلبيتها مسلمة. قبل أكم من يوم في هيام الشمراني، أو هاي الشمراني اللي أسلمت، هي وزوجها طبيبة مبتعثة سعودية، هي وعائلتها، واسلمت قامت السعوديه ولم تقعد. الالحاد بيستقطب الحدث الالحاد بيستقطب المفكرين والفهمانين، والاسلام بيستقطب المجرمين. انتم بتخلصونا من المجرمين، احنا بناخذ من عندكم اللي في عندهم شويه الباقي عائل. هاي الشغله اللي بدي احكيها. الشغله الثانيه بس بدي احكي برضه، نرجع لمذابح الارمن، بدي احكي بس موضوع مهم، انه هو الدول اللي اعترفت بالاباده الارمنيه. هلا حاليا كثير في دول اعترفت، حوالي 20 دوله بالعالم معترفين بالاباده الارمنيه كاباده. تركيا ترفض الاعتراف لانه اذا اعترفت بتتحمل مسؤوليه دوليه، زي المانيا لحد الان عم تدفع لليهود عن الشغله هاي. ثالث شيء انه في حتى بالولايات المتحده الامريكيه 44 ولايه من اصل 51 اعترفوا بالمذبحة الأرمنية، البرلمان الأوروبي معترف، الفاتيكان معترف، برلمانات كثيرة بالعالم تعترف، وكل سنة عم بيصير اعترافات للإبادة الأرمنية. بدي أحكي لهم إنه نهاية تركيا قريبة، على فكرة، نهاية تركيا قريبة من نفسها، من دواعشها، من نفسها. السعودية عندهم 20% شيعة، هذول مش راح يضلهم ساكتين، البحرين شيعة مش راح يضلهم ساكتين، الخليج كله راح يرجع زي ما كان على البقر وعلى الحمير والبغال وما لا تعلمون. بس هاي هي، ما اعتقد انه يرجع على الحمار والحمير والبغال، لانه الانسانيه على كل حال عم تتقدم. يعني حتى هن السعوديين ولا الخليجيين، يعني للاسف الشديد انا لما بقول بدها تصير حرب اهليه، هي مو انه اكره الخليجيين او لا، ما لي علاقه بانسانيته نهائيا، ولكن اللي زرعوه الطغمه الحاكمه وهالدين هذا راح يصير وبيتحول يعني حرب اهليه لابد يعني. بس انا متاكد بعد هالحرب هاي راح تقوم كل هالدول هاي اللي تحت الاحتلال الاسلامي، مثل ما بيقول الاخ سالمان هاتن، هالدول هاي كلها راح تفيق والكعبه راح يخربوها ونخلص من هالدين الى الابد، والشعوب هاي راح تتطور، وانا متاكد راح تكون
بعد ما تتخلص من هالدين، هي شعوب منطقة الشرق الأوسط عموما راح تطلع طلعة حضارية ما لا مثيل، يعني راح تكون في زي ما صار بأوروبا، زي ما صار بأوروبا. الحضارات الموجودة، الحضارة الأوروبية، أنا متأكد من هالشياد، لأنه بعد ما تطلع من السجن وتفتح عينك راح الشعوب هاي راح تبدع، أنا متأكد من هالشياد. أكيد أكيد 100%. كل يعني هو الخروج إلى الحرية أحلى من الحرية نفسها، لعلمك. إنه طبعا لحظة الخروج إلى الحرية أجمل من الحرية نفسها. زي ما حكيت أنت، اللي صار بأوروبا راح يرجع يتكرر في المناطق الإسلامية. حتى اندونيسيا هذيك مره او ماليزيا على ما اعتقد لغوا حد الرده، صح لغوا حد الرده. ويعني زي هاي هي، بس انا بكل بساطه يعني. بعدين بدي ارجع احكي بس للاخ هذا اللي بيحكي بنشر 25 مليون نسخه من القران، بدي احكي له انت بنظر داعش كافر، وداعش أكيد بنظر مليون وداعش بالمية بنظرك وداعش بنظرك كافر، وانت بنظر الشيعي كافر، بنظر شو اسمه الجعفري كافر، بنظر الفاطمي كافر، بنظر كل فرقه انت كافر. فالاول مين المؤمن فيكم؟ اعطونا الاسلام الحقيقي. بدها عقول تفكر، بدها عقول تفكر، تفكر انه الجحش ما بيطير والجمل ما بتطلع من صخرة، بدها العقول هي تفكر هي انه الارهاب نهايته مهما طول، مهما طول نهايته الخراب، والارهاب ما بيجيب غير الخراب، يعني الارهاب صريح بقرآنك اللي انت فخور بتوزيعه، اللي ترهبوا أعداء الله وعدوكم وبطيخكم، وهلا الزبالة هي المعتعتة عندكم، للأسف الشديد شو عم تنشر أنت؟ عم تنشر هراء وإرهاب وإجرام، غير هيك ما عم تنشر شيء. فأنا بتمنى تراجع عقلك وتفكر شوي بمنطقية وتكون حيادي شوي. أنا بشكرك كثير أخي خانو، حبيبي حبيبي وبتشكر يعني. لك، وأنا بتشكركم أصدقائي، وبتمنى ألاقيكم في حلقة قادمة. طبعا بكرة مع موعدنا الساعة 5 بتوقيت لندن مع نبينا سامي الذيب، وأنا بتمنى تتابعونا وتكونوا معنا حتى نستفيدوا من الكنز بصراحة الثقافي، يعني صندوق كنز نبينا سامي الذيب. أنا بتمنى تتابعونا وتشوفونا وتشوفوا إبداعات النبي سامي الذيب. إلى اللقاء أصدقائي، شكرا كثير خانو، شكرا، حبيبي الله يخليك، سلام. إلى اللقاء.